اكتشفت ان الاوزان العربيه اوزان الشعر العربي كتتماشى بواحد الطريقه يعني منطبقه مع الموسيقى الكلاسيكيه مع الجمل الموسيقيه الكلاسيكيه. وجعني نفكر انني قلت علاش ما نعملوش اشعار باللغه العربيه اللي كتتحدث على الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام وتكون يعني كانها يعني رساله تبعث الى الغرب وانها رساله عالميه. وما كاينش احسن من احسن يعني الالحان اللي هي ديال من روائع الموسيقى العالميه. فاخترنا مجموعه ديال الموسيقات والالحان العالميه بحال ديال بيتهوفن ولا فيردي ولا برامس. وبالتالي بقى شكون اللي غادي يتبنى لي الفكره؟ وما لقيتش احسن من الاستاذ رشيد سولي اللي خدمت معاه تبارك الله عليه، رائع جدا، وتبنى الفكره وطورها وعملها في واحد القالب جميل جدا.